اللهم اغفر لوالدينا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا، اللهم ارحمهم كما رحمونا. الله beste mensen, السلام عليكم. Welkom bij Stichting Najiba vanuit de Atlas. We gaan zo stoppen. Hier woont een hele grote familie met misschien 15 tenten die bij elkaar wonen. En wij komen hier regelmatig langs, 2-3 keer per jaar. Dan gaan we ook nieuwe kleding geven, dekens, zakat, inshallah. We gaan jullie zo laten zien. Kijk, precies al van afstand. Kijk, daar wonen ze links met verschillende tenten, familieleden die bij elkaar wonen. Dus we gaan zo stoppen om, kleding uit te geven aan hun dekens. Subhanallah. Kijk, kijk, daar zie je ze links, zie je dat? Die tentjes. Zitten ze allemaal. Kijk, kijk ze hier. Gaan we uitstappen. Nieuwe schoenen, zie je? Zijn die nieuwe schoenen helemaal nieuw nog? Wat is allemaal nodig hier ook? Kinderen verblijden met nieuwe schoenen allemaal. مزيان شي مزيان حتى تقنى الشريط حقا تلبس هاك جدادي هاك بصحة هاك الترخيص الله حب أفانا تبطرون سبحان الله حتى الشريط هاك هاك جدادي صحة يا عدنا تشوف فيها فراو اهمنا ما نقول هكا الشريف هكا سمونا هكا صحة قصك دير شكرا شكرا صحتك هادو بدعوا صغار هنا هاكم زين ولا هو صغار هنا؟ زين زين ها؟ يعطيك هاك هاك صبات الدراري والبنات نعطيكم الخير حرام بنيت في الحيطة اه
باتياس كيك كيندر لوب من الطاط هاك هز هز انا مثل انا وفيس زينوك ساكن هاك صبرك تكنيك لاين هاي كسرة كلات كلات الحلال سكينة هاك شوف فوتو ايب هاك هاك شوف فوتو هاك هاك كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ عندك اي نامش دخلوا هنا دخل خد تما اجي اجي تو طيب صار كفل خد اخويا بس انا جينا مع الطاجي النيسه هذيك اخويا الله يعزك كل واحد يجي كل عائله يجي نعطيه الزكاه واخا مرحبا صافي كل واحد تقي الله مرحبا ماشي شي واحد يجي دوبول لا لا ما كاين هذاك الشيء صافي كل واحد يجي يدخل هنا نعطيه الزكاه ديالو مرحبا اخويا صافي واحد واحد هاكو هاد الزكاة المحسنين صحتك لينا وديك بصحتكم بغيتي الناس تشكروا الناس راه هما الله يجيب لكم رزق امين بارك الله فيك هاكا الزكاة بصحتك راسي صحتكم بعدا شوف هاك هاك حلوة هاك زينو هاك هز عجبك الحلوة صحتك صحة صحة يا محمد يرجعوا فور بيست مانسا هي خاطي يجي الزكاة وكنا نقول الحمد لله لأن أو كان ليف زين شو هذا أساسا الريزو أو كان ليف زين زوار أمستاند خير هاي فرليخت لك تبيش أساسا الريزو هاك الوليد هاك الزكاة صحتك أجي دي الحلو دي الحلو دي الحلو هلعي أجي هاك صحة كل هز 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 هاك زيت دير في الجيب ديالك هز دير في الجيب ديالك ماشي جيب جيب صحة جيب 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 هاك اخي مرحبا صحة ما يهزك مرحبا الحجة مرحبا الحجة صحتك راه امك قول لهم شكرا دعوتها كيتسي شكرا الله يحفظك صحتك صحتك صافي الدو غير يلا اللهم يس يلي ما عطاك حتى مغرخ نعطيو لك الله يضرب هاك بصحة صافي مرة أخرى إن شاء الله صافي رمضان نجيو عندكم إن شاء الله صافي صافي كلشي دابا ناضي بصحتكم الله أكبر ولكن ما غنمشيوش من هنا واقيلا تنقوزو الأم تاح تاح نشوف تبارك الله تبارك الله واش بان كاين اللحم كاين شوية اللحم بصحتكم بصحتك الله يحفظك خير ما يسمى افتش لايت بابا غير ان انتو فامبينيس فربلايت نامس يولي نوغماز باش انا السبب برينغ علي مار يولي امانه zoals jullie gezien naast de nieuwe kleding hebben wij ook zakat gegeven en we gaan door inshallah. Wij laten dit natuurlijk zien om jullie te stimuleren om dit ook te doen straks, jullie kinderen, onze kinderen, om dit ook straks te doen inshallah. Wij mogen altijd filmen, wij vragen altijd toestemming om te filmen, wij filmen niet zomaar, dus dat jullie dat weten. Wij vragen altijd toestemming en de mensen kennen ons, wij komen ook een paar keer per jaar hier langs en we mogen altijd filmen, alhamdulillah. Geer inshallah, dat is gewoon om de mensen die zien wat wij doen. En toch moeten ze klagen en dingen gaan roepen op social media terwijl wij gewoon toestemming krijgen om dit te doen. Alhamdulillah. Geer inshallah. Barak Allah bikum. En mogen Allah het van ons allemaal accepteren. Amin. En we gaan door. Assalamu alaikum. Rais, alhamdulillah. Ah, Rais, die begrijpt halwa, al-awwa, al-awwa, ma'atil hem al-hawwa. Sabi, alhamdulillah. Allah awwa. Allah awwa. Allah awwa.
Kijk hoe mensen wonen allemaal, zie je? Dit is wat ik bedoel. Annie, kijk hoe mensen wonen, zie je? We moeten niet klagen, mensen. Allah, we hebben het goed daarom. Centraal verwarming, warm water. We hebben alles. Deze mensen hebben niks. Geen centraal verwarming, geen warm water. Ze hebben geen ziekenhuis. Ze hebben geen dokterspraktijk. Ze hebben geen snackbar. Ze hebben geen bakker hier. Ze hebben helemaal niks hier. De enige wat ze hier hebben zijn bomen en bergen en dieren. We hebben geen schuldgevoel als we onze kinderen geen 5 euro kunnen geven. Wat moeten die ouders dan voelen? En natuurlijk moeten we onze kinderen ook leren hoe deze mensen wonen, subhanallah. Ger, we gaan. Inshallah. Barakallahu fikum. أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالات أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي ولا ظهير له كي يستعين به